والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال مع الزميلة فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ياسر عبد الستار، شكرا دينا فكري، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العمليات الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 11.25% 12.25% و 11.75% على الترتيب. وأوضح البنك المركزي أنه تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%. في إطار ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ ومتابعة مستمرة لمشروع الدلتا العملاق، تم توقيع عقدين بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أخرى، وذلك لتنفيذ إنشاء محطتي محولات روافع ترعة الحمام. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعين حوالي 720 مليون جنيه، ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبمدة التنفيذ تصل إلى حوالي 12 شهرا لكل محطة على حدة. بحث رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين مع المدير التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية السخنة أوسمول سبل التعاون خلال الفترة المقبلة ومناقشة ملفات العمل المشترك بين الجانبين بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة لتتواكب الأعمال بما يتناسب مع المتغيرات العالمية. وقد تطرق الاجتماع لمناقشة الإجراءات الجمركية التي تتم وكذلك أعمال التداول والحركة الملاحية بالأرصفة، فضلا عن بحث سبل جذب عدد أكبر من الخطوط الملاحية للميناء. ووقعت شركة التنمية الرئيسة أحد شركات المنطقة الاقتصادية وشركة موانئ دبي العالمية السخنة عقد إنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة بهدف إنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة لصالح موانئ دبي بالاستثمارات المتوقعة تبلغ حوالي 80 مليون دولار. كشفت وزارة البترول عن أن أعداد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي شهدت زيادة نسبتها حوالي 45% حتى نهاية يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لوزير البترول طارق الملا لمتابعة تنفيذ المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز لتموين السيارات كوقود وخطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز. أكد وزير البترول أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ خطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز في السيارات والإسراع بخطة الانتشار السريع للمحطات. أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن توفير مناخ الاستثمار الصناعي وتقديم الخدمة على أكمل وجه للمستثمر هو محور عمل الهيئة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على رأس وفد فني من قيادات الهيئة مع أعضاء الغرف الصناعية بمقر اتحاد الصناعات لبحث فرص الاستثمار الصناعي والتواصل مع المستثمرين وتذليل التحديات التي تواجههم. وعرض أبرز التيسيرات التي تم إقرارها وخطط التنمية الصناعية خلال الفترة القادمة. في سوق المال تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بينما تراجع مؤشرا اي جي اكس 70 واي جي اكس 100 وسط تداولات مرتفعة. ربح رأس المال السوقي نحو 2.9 مليار مليون جنيه ليغلق عند مستوى 681 مليارا و731 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر اي جي اكس 30 عند مستوى 10058 نقطة مرتفعا بنسبة 36% ليغلق عند مستوى 10094 نقطة. فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 عند مستوى 2161 نقطة منخفضا بنسبة 12% ليغلق عند مستوى 2159 نقطة. فتح مؤشر اي جي اكس 100 عند مستوى 3095 نقطة متراجعا بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 3093 نقطة.
إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و9 قروش للشراء و19 جنيه و20 قرشا للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 19 جنيه و44 قرشا للشراء و19 جنيه و54 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 22 جنيه و4 قروش للشراء و23 جنيه و17 قرشا للبيع. أما بالنسبة لسعر العملات العربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و20 قرشا للشراء و5 جنيهات و22 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5 جنيهات و8 قروش للشراء و5 جنيهات و11 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب العالمية ليصل إلى 1776 دولارا و75 سنتا للأوقية. محليا سجل عيار الذهب 18 نحو 936 جنيه. أما بالنسبة لعيار الذهب 21، وصل سعره إلى 1092 جنيه، وهو الأكثر مبيعا. بالنسبة لجرام الذهب 24، وصل سعره إلى 1248 جنيه. أما عن سعر الجنيه الذهب، وصل سعره إلى 8736 جنيه. تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات متقلبة بعد أن ألمح عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة الشهر المقبل حتى مع اشتداد مخاطر الركود. انخفض المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.1% ليحوم قرب أدنى مستوياته منذ أسبوع. قادت شركات التعدين والبنوك الخسائر، في حين ارتفعت أسهم الطاقة 0.4% مع استقرار أسعار النفط الخام. تراجعت الأسهم اليابانية بالتزامن مع نظيرتها الآسيوية بعد أن أغلق مؤشر ناسداك على انخفاض بنسبة 1.21%. أغلق مؤشر نيكي على انخفاض بنسبة 0.96%، ومحت الخسائر معظم المكاسب التي تحققت في اليوم السابق، عندما أغلق المؤشر فوق مستوى 29 ألف نقطة للمرة الأولى منذ يناير. كما انخفض المؤشر ستوكس الأوسع نطاقا 0.82%، وانخفض ما يصل إلى 178 سهما على مؤشر نيكي، بينما ارتفع 43 وبقيت 4 أسهم دون تغيير. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية.